شفنا الأشعة، شفنا شو ما عطمنا. يا الله يا الله يا الله. اي دكتور. بشر. سلامات، كل شيء ما بيك. كل فحوصاتك سليمة. سلامات شنو دكتور؟ ماكو شيء، كل شيء ما بيك. بطيك 300 دولار علي. اي بابا شنو 300 دولار؟ فحوصات غير؟ ما بي شيء؟ كل شيء ما بيك. يعطيني 300 دولار. ليش يابا؟ ما طلع بيه شيء. شنو ما طلع بيه شيء؟ انت اخذت 300 دولار غير على مود يطلع بيها شيء، ما طلع بيها شيء، ترجع لي اياها. لا بابا هاي فلوس الكشفيه والفحوصات شنو؟ عجيب، كشفيه شنو دكتور؟ شنو الزوج قدامك؟ ليش؟ هسه انت تجيب ابو بواري، يجي يشوف البواري يقول لك كل شيء ما بيه، انت تعطيه فلوس؟ لك بابا ذيك غير شغله، هاي الشغله فحوصات. ليش غير شغله؟ يعني اتصل يوم خلص غير شغله، ما طلع بيها شيء، 300 دولار على شنو؟ بابا يعني دكتور كل شيء ما بيك. تأكد تأكد عيني، تأكد ما بيها شيء. تأكد. يا ابني مو شفتها كل شيء ما بيك، ها؟ اها. ماكو مرض؟ كل شيء ماكو. عجيب، واحد عن الناس شوف لي من نام. شنو هاي؟ ايه يلا لحظه لحظه لحظه. شنو؟ لا ابني عندك انزلاق هنا؟ ايه بالفقرات مالتك. ايه وده يضرب على العنقيه. يلا ايه واحتمال يصير بيك يعني شنو؟ احتمال يصير بيك شلل. شلل طبعا لازم يصير. ايه 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 فدير بالك ليش ثقل. ماشي. لا لا زين ابني؟ يا طلع عندي مرض. ايه طلع عندك مرض. سواد ما يستحيف اذا بفلوسه. قلت لي اصير بيها شلل بعدين. بس لا تشيل ثقل. لا 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 ان شاء الله ما اشيل. 300 دولار ما راحت بلاش. رحم الله والديك. هسه تمام. هسه قلت شنو سويت انا؟ اعطيه 300 ما يطلع عندي مرض. هسه ما متندم. 300.